اهلا بحضراتكم وكل عام وانتم بخير. جهود الدوله مستمره لتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضه، خاصه ان شهر رمضان عاد الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات اصبح على الابواب. من ضمن الجهود اللي بتبذلها الدوله افتتاح 555 شادر ومعرض لاهلا رمضان، تم افتتاحهم بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالتوسع في انتشار هذه المعارض بهدف تخفيف العبء على المواطنين. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن جهود وزارة التموين لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وفي المتناول، بينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين. أهلا بحضرتك يا دكتور ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. أهلا وسهلا يا فندم، حضرتك والسادة المستمعين والمشاهدين. أهلا بيك. في البداية عاوزين نعرف من حضرتك استعدادات وزارة التموين والشركات التابعة ليها لتوفير السلع. يعني زي ما حضرتك تفضلت فقير الكريم، احنا وزاره التموين والجهود الخاصه بالدوله كلها ركزت في الاونه الاخيره دي على ان يبقى في اتاحه لكل السلع الاستراتيجيه، وعلى خاص السلع اللي هي بتهم استخدام المواطن اليوم. احنا شفنا حضرتك حوالي ما لا يقل عن 555 شادر، التوادر دي كلها فيها اسعار مخفضه بتتراوح ما بين 25-30% عن الاسعار العاديه في المولات العاديه وفي محلات الجمله العاديه. وفي نفس الوقت احنا شفنا افتتاح معرض اهلا رمضان اللي اتعمل في قاعه المؤتمرات بمدينه نصر وافتتحه دوله رئيس الوزراء. هذا المعرض فيه اكثر من 200 شركه من كبار الشركات والموردين للسلع المنتجي وموردي السلع الغذائيه، وبالاضافه الى السلع الرمضانيه اللي كلنا عارفينها اللي هي النقل والتمور والكلام ده. ومركزين ان في تخفيض في الاسعار بيبقى في حوالي 25-30%. احنا لاول مره نشوف جهود الدوله اللي هي محسوسه لكل المواطنين. ما كانش عندنا في زمان في حاجه في مصر اسمها مخزون استراتيجي. صحيح. ويمكن ذلك شفنا احنا في عز الازمات وفي عز ازمه كورونا وفي عز الاسواق العالميه كان فيها اختناق في سلاسل الامداد، الا ان الحمد لله كل السلع كانت متوفره المصريه من اي نقص في اي سلعه، وده جه لان اصبح هناك مخزون استراتيجي امن من كل السلع الاستراتيجيه اللي بتهم التموين المصري وبتهم استخدام المواطن المصري اليوم. لو هنتكلم على الامن هنلاقي عندي مخزون استراتيجي يتخطى 6 شهور، لو ما بنتكلم على الزيوت بنتراوح من 4-5 شهور، لما بنتكلم على السكر الحمد لله لاول مره يتخطى المخزون الاستراتيجي اكثر من 6 شهور في السكر. نظرا لان مصر اصبح لدينا اكتفاء ذاتي يقترب من 90% في هذه السلع الاستراتيجيه الى لما حصل اختناق في ازمه الاعلاف على المستوى العالمي، بحيث لما شفنا الصراع اللي داير ما بين روسيا واوكرانيا واثر على سلاسل الامداد اللي خاصه بالحبوب والاعلاف، لان روسيا واوكرانيا بتمثل 2/3 الانتاج العالمي من الذره والاعلاف. فمصر كانت سباقه ان هي بدانا نستورد من البرازيل كميات كبيره من الفراخ المجمده، يمكن اقرب كميه كانت حوالي 25,000 طن بتيجي عن طريق ميناء بورسعيد وميناء الاسكندريه، والفراخ دي طبعا جايه بجوده عاليه جدا وبامان عالي ومذبوحه طبقا للشريعه الاسلاميه والسعر اقتصادي جدا، تتراوح الكيلو 65 جنيه للكيلو. بنطمن كل اهالينا المواطنين ما فيش اي نقص في اي سلعه غذائيه او اي سلعه رمضانيه، وبالتالي لا داعي على التكاليف، خد احتياجاتك والسلع موجوده ان شاء الله طول الشهر الكريم وما بعد شهر رمضان باذن الله. مصر لم تعاني من اي سلع نقص لاي سلعه استراتيجيه. طيب. بمناسبه التكالب، في سؤال كنت عاوز اساله حضرتك، ناس كتير كمان بتساله، اشمعنى الفرع الرئيسي لاهلا رمضان في مدينه نصر هو اللي بيشهد ازدحام كبير من المواطنين؟ يعني زي ما حضرتك تفضلت، احنا طبعا احنا بالاضافه للفرع الرئيسي دوت في 555 شادر على مستوى المحافظات بالاضافه الى المنافذ اللي خاصه بتاع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالاضافه للمنافذ اللي خاصه بامان بالاضافه الى السيارات المتنقله اللي بتمشي ما بين المدن وما بين المحطات الرئيسيه اللي خاصه بالقطارات والاتوبيسات وعنده المناطق اللي هي فيها شغل الموظفين.
الا ان طبعا الفرع الرئيسي اللي هو موجود في قاعه المؤتمرات نظرا لان هو بالقرب من الاماكن الخاصه بتاعه شغل المواطنين، فمعظم يمكن الناس وهي خارجه من اشغالها بتطلع برضو تعمل نوع من انواع التسوق. لكن احنا بنطمن الناس كل اللي موجود ومتوافر في الفرع الرئيسي اللي هو بتاع مركز المؤتمرات الفنيس مصر موجود في كل الصوادر، بالاضافه الى المبادرات اللي طرحت اخيرا ايضا. بالاضافه الى جهود الدوله هناك مبادرات جايه من تحالفات تنمويه زي ما شفنا العمل اللي هو التنموي الاهلي والكلام دوت من خلال اهالينا ومن خلال المواطنين ومن خلال الاحزاب، كلهم كده يدا بيد وكتف لكتف مع الدوله، وده ادى بالفعل الى سيوله وتوفر سلعه بسعر اقتصادي لهذا الشهر الكريم. وبنطمن حتى وما بعد الشهر الكريم باذن الله تبقى موجوده كل هذه السلع الاستراتيجيه الهامه. طيب حضرتك رئيس شركه الدلتا للسكر بوزاره التموين، عاوزين نعرف من خلال موقعك التخفيضات والعروض الموجوده على السكر في معارض اهلا رمضان، وهل الكميات اللي موجوده في المعارض هتكون مطمئنه وكافيه لكل المواطنين طوال شهر رمضان؟ طبعا احنا كمياتها هتبقى كافيه، لان احنا حضرتك اصلا كان عندنا مخزون استراتيجي من السكر، زائد ان بدا الانتاج الفعلي للسكر من محصول قصب السكر في وجه ابني بدءا من شهر ديسمبر اللي فات، وهيفضل شغال الانتاج لحد اخر شهر مايو. وبالنسبه لبنجر السكر بدا الانتاج من اول هذا الشهر اللي هو شهر مارس، وبيظل الانتاج شغال لحد شهر يوليو، وباذن الله احنا متوقع انتاج 1.8 مليون طن سكر من البنجر، بالاضافه الى 900,000 طن سكر جاي من قصب السكر، بالاضافه الى محليات اخرى زي الجلوكوز والفركتوز بتعادل حوالي 250,000 طن. وبالتالي هناك كميه كبيره جدا معروضه للسوق المصري، ومفيش اي خوف من هاي نقص لهذه السلعه. واحنا عملنا مبادره في الشهر الكريم لاتاحه السكر لاهالينا المواطنين في التواجد الرمضانيه بسعر بتعاون مع اتحاد الغرف التجاريه بسعر يتراوح ما بين 14.5 جنيه للكيلو، ويمكن كان عليها اقبال شديد من اهالينا المواطنين. وعملنا مبادرات اخرى بالتعاون مع الاحزاب وبالتعاون مع الحركات الامنيه وبالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه لان السكر يبقى في حدود 16 جنيه برضو للكيلو لاهالينا المواطنين. طيب ونطمنهم السلع متوفره جدا في السوق. اخيرا وقبل ما اختم مع حضرتك، هل معارض اهل رمضان هتفضل شغاله في شهر رمضان وهتكمل معانا بعد شهر رمضان، ولا هيكون في مبادرات اخرى؟ لا بالفعل حضرتك شغاله طول الشهر الكريم، والهدف منها طبعا ان احنا نوفر سلعه بسعر اقتصادي وبجوده عاليه عشان نلغي مبحث المواطن الاخير لاي حركه احتكاريه، زائد ان احنا بنركز كجهود دوله على الرقابه وبنسدد في الاسواق عشان ما اي ما فيش حد يتخطى الاسعار المعقوله اللي هي يقدر يستغل فيها اي مواطن، واحنا يعني ضد هذه الممارسات الاحتكاريه وقبلناها ان شاء الله بالمرصاد. دكتور احمد ابو اليزيد رئيس شركه الدلتا للسكر بوزاره التموين، بنشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا في تلفزيون اليوم السابق. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. في الختام بنأكد لحضراتكم ان وزير التموين الدكتور علي المصلحي طمن المواطنين بانه تم التعاقد مع البرازيل لاستيراد 25,000 طن دواجن مجمده، وبتطرح وزاره التموين يوميا كميات كبيره من الدواجن المجمده بالمجمعات الاستهلاكيه ومعارض اهلا رمضان بسعر 65 جنيه للكيلو. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى اللقاء في تغطيات جديده من تلفزيون اليوم السبت.